غير قانوني. بس اسمحي لي، نزلوا كتاب سلطة الطيران المدني، قالوا احنا بالنسبة لنا لا احد سألنا ولا احد استشارنا ولا احد اخذ موافقتنا في موضوع هذا الاستثمار، وهذا الكتاب موجود. كتاب مدير مكتب الكاظم سعد عبد الخالق ينزلها كتاب يقول لها توقفتي اجراءات اقتصاد الاستثمار. خلي بس نطلع قطعة هنا، لا اقرب اي لحد الان، بس خلي اخليها بالشاشة نستفيد منها فيما بعد. طيب ما جاوبتنا، يعني مكتب رئيس الوزراء يجاوبها يقول لها لجنة اقتصاد الاستثمار يقول لها وقف الاجراءات، وقفت الاجراءات. الموضوع ست سحر، الموضوع حرمنا وبوق، وهذا الموضوع هم لو فعلا عندهم حرص، مع احتراماتي للوزراء اللي صوتوا بهذه الطريقه. عندك فكره من اللي صوت، من اللي رفع ايده؟ الاغلب الوزراء اللي موجودين بس ما يعرفون. انا احكي لك اكو وزير ما يعرف. لا لا سؤال انا شنو المعرفة؟ انا ارفع ايدي على شيء لو يعرفون. لو يعرفون حقيقه بس بداخله لا يعرفون، لان اني بجروب موجودين 70% من الوزراء ونزلت كل اذا اكو سابق معرفة وعارفين حجم الضرر راح يوقع على الخلافيه على جروب. لا انا ليش اقول لك ما يعرفون؟ لانه اغلب الوزراء اللي موجودين هم مو وزراء سياسيين، هم عبارة عن موظفين مع احتراماتي لهم يديروهم مدراء مكاتبهم. لو فعلا عندهم حرص على الدولة وعندهم حرص على العراق وعندهم حرص على الناس وعندهم حرص على المواطن العراقي كان قالوا دقيقة وقف، احنا هاي كتب وهذا الوضع اللي موجود، احنا بأي حق؟ وانت من انطاك الصلاحية ان الصادر اموال واراضي ناس ملك صرف وتتحولها الى شركة فاسده، شركه مال حراميه، اذا مو انت شريك وياهم وحرام ونشال مثلهم. استعرضين ثلاث ارباع الوزراء، خليه يسمعني رئيس الوزراء. اكو وزير ما يقعد بوزارته يومين 24 ساعه طايرين بالدول بس اريد افتهم، ولا اكو هيك حكي. احنا الواقع اللي موجود اللي نطلبه، واني احكي لك راح اشكل وفد اطلع باكر للسيد السيستاني واطلع لسماحه السيد مقتدى الصدر، لان ربعنا ما يصفونا، انا احكي لك بصراحه، ربعنا ومكوننا اللي موجود ما يصفونه. لو فعلا اكو انصاف كان الوزير عنده صلاحيات، انا واحد من الوزراء قلت له يقول لي والله انا استحي. ترجع لهوايه. انا بالنسبه لي اليوم احنا ما نتكلم على المكون، احنا اليوم بنتكلم على لا انا ما اسمح لي مجلس النواب. استاذ رياض بيسرق لي اموال الدوله. استاذ رياض ارجع على هذا موضوع سرقه اموال، انا بدي احكي عن وضع سياسي. أنا بالنسبة لليوم انتخبتك وخليتك تمثلني، على شنو خليتك أنا؟ خليتك غير تحميني؟ هو واقع الحال، العراق تشكيلة الحكومة اللي صحيح. موجودة، أصبحت مكونات، شئنا ما بينه. احنا هسه من دنيحك أنت سألتيني قلتي لي هذا الموضوع بتغيير ديموغرافي، أقول لك لا، لأنه طبيعة العشرة اللي موجودة. وأنا ما أقول لك. بس الطبيعة الأساسية للموضوع نقاشك ويا الكاظمي ويا السيد الكاظمي، ما لقيت عندهم رؤية ممكن ذاهبة باتجاه آخر ممكن يكون بمنفعة لكل الأطراف بموضوع الاستثمار؟ منفعة شخصية. أريد أسألك بما يخص السيد الكاظمي، كان له رؤية في هالموضوع؟ يعني هو عنده بعض التصور بس مو ما داخل بالتفاصيل. وأنا تواصلت ويا مدير يعني مكتبة. حسب ما نقلت لسيد مدير مكتبة تواصلت وياه طب من البارحة. وردت من عنده إجابة ودزيت له كل الكتب وقلت له أريد ونطالب من دولة الرئيس أن يكون منصف في هذا الموضوع، لأن هذا راح يجرنا لغير اتجاهات ويجرنا لغير وضع، والوضع مدى يتحمل هذا الموضوع. الناس والمواطنين عينهم علينا وعينهم على السياسيين. أنا أحكي على وضعنا إحنا بالنسبة لنا أستاذ رياض، أنا ما جامد اللي عنده شيء يخلي بكل طويلة يعلق نار. إحنا واقع الحال هذا، إحنا دافعنا وقاتلنا ونموت، وأنا قلت أنا مستعد وراح تشوفين إذا 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 قتلنا بسبب هذا الموضوع. أحكي تشيها بأمانة، وإذا صفونا فصفونا المال الفاسد اللي موجود. فلذلك أقول تشيها من قناتكم الكريمة، ونطالب رئيس الوزراء ونطالب رئيس البرلمان أنه تدخلون، ونطالب مجلس القضاء الأعلى، لأننا نحكيش إحنا رحنا اشتكينا، رحنا أول ما طالبونا قالوا لازم يكون المبلغ اللي موجود يندفع رسميا كرسم. قيمة المشروع اللي موجود تقريبا ما يقارب تقريبا 160 مليار. لازم تدفع لا يقل عن 160 مليون تحطها بأمانات بالمحكمة، يلا تبدي تقيم الشكوى. فلذلك اتجهنا بغير اتجاه،
اتجهنا انه من خلال لجنه الاستثمار والممثل القانوني اللي موجود عندهم من حقه انه يقيم الدعوه، واحنا بنفس الوقت ايضا راح نكون مع هذا الوضع. هسه تظاهراتكم وين راح تكون باكر؟ باكر مو هي التظاهرات؟ بعد يعني ناخذ موافقه عمليات بغداد. انا شفت الكتاب موقع على عمليات بغداد. لا تحول الى عمليات بغداد، راح ناخذ موافقه عمليات بغداد، واذا سيدي الكاظمي وبعض القوى السياسيه الشريفه اللي موجوده انه تقبل على هذا الوضع، اذا ما عندنا خيار. ما عندنا خيار غير نطلع. وانا هم اريدك